لو احنا عملنا مقارنة ما بين الفانكشنز المختلفة، الجيرك فانكشن الفانكشنز المختلفة اللي احنا اتعاملنا معاها، او حتى فانكشنز تانية عبارة عن مزيج ما بين الفانكشنز اللي احنا اتعاملنا معاها، هنلاقي مثلا هنا الفرق في الجيرك زي ما احنا شايفين، دي الفانكشن اللي هي 3 4 5 بولينوميال، دي 4 5 6 بولينوميال، دي سايكلويدال، تمام. هنلاقي ان في فروقات زي ما احنا شايفين واضحة في القيمة بتاعة الجيرك زي ما احنا شايفين، ده هينعكس برضو على الفانكشنز بتاعة الاكسلريشن. فزي ما احنا شايفين في فانكشنز بتدي جيرك عالي وجيرك اقل، فده معنى كده فايبريشن اقل او اكتر، فالجيرك تأثيره مباشر على الفايبريشن. لو انا عايز فايبريشن اقل في السيستم اللي عندي، اختار فانكشن مثلا اللي هي السايكلويدر، دي تديني اقل مستوى الجيرك موجود عندي زي ما احنا شايفين في الصورة اللي قدامنا هنا، اقل جيرك قيمة للجيرك او اقل فايبريشن هتحصل مع السايكلويدال فانكشن. لو بصينا للكيرف بتاع الاكسلريشن برضو، قارنت ما بين الفانكشنز المختلفة 4 5 6 بولينوميال، 4 5 6 7 بولينوميال، سايكلويدال 3 4 5 بولينوميال، وفانكشنز تانية مثلا زي الموديفايد ساين والموديفايد ترابيزويد، هلاقي ان اقل اكسلريشن اقدر اوصل لها بالموديفايد ترابيزويد مثلا، وده هيديني اقل فورسز ما بين الكاما والفولور. بالنسبة لمقارنة للفلوستي، الفلوستي معناها لو كاينيتيك انرجي، فبرضه هلاقي ان اقل فانكشن تديني فلوستي هي الموديفايد ساين، اكتر فانكشن تديني فلوستي اللي هي 4 5 6 7 بولينوميال، وما بينهم مثلا في السايكلويدال و 3 4 5 بولينوميال. بالنسبة للديسبيسمنت زي ما احنا شايفين هنا، الفروقات بتكون بسيطة جدا ما بين الديسبيسمنت كيرفز زي ما احنا شايفين هنا، بس الفروقات البسيطة دي بتسبب فروقات كبيرة جدا في الفلوستي والاكسلريشن والجيرك. فمش بس بالنظر للشكل البوزيشن كيرف هقدر ان انا اقول ان الاداء الديناميك بتاع الكاما هيكون كويس او وحش، لازم ارسم الفلوستي والاكسلريشن والجيرك، لان الفروقات البسيطة بالبوزيشن مش مبينة الاداء الديناميك بتاع الكاما اثناء التشغيل، فلازم اللي هقيم على اساسه هو الفلوستي والاكسلريشن والجيرك بتاع الفولور. زي ما احنا شايفين في الجدول ده، هو مقارنة ما بين الفانكشنز المختلفة من حيث الفلوستي والاكسلريشن والجيرك، مع الاعتبار ان انا مثبت ال h اللي هو الليفت او الديستنس اللي بيطلعها الفولور والزاوية اللي بيطلع من خلالها. فدي مقارنة للفانكشنز المختلفة، constant acceleration مثلا اللي هي البارابوليك هارمونيك سيمبل هارمونيك موشن، 3 4 5 بولينوميال، سايكلويدال 4 5 6 بولينوميال. فنقدر من المقارنة دي نشوف الاكسلريشن بالنسبة لبعض عاملة ازاي والفلوستي والجيرك. فلاقي مثلا ان في كومنت مكتوب جوه جنب كل فانكشن، هلاقي دي الانفينيت جيرك نوت اكسبتبل من وجهة نظر الفاندمنتال لو اوف كامز، ما اقدرش اشغلها عند سرعات عالية بس ممكن اشغلها عند سرعات قليلة جدا. نفس الكلام بالنسبة للهارمونيك موشن، الاقي هنا احسن مثلا كومبرومايز مكتوب او احسن نتيجة ممكن اوصل لها مع اخذ في الاعتبار الفلوستي والاكسلريشن والجيرك هي مثلا 3 4 5 بولينوميال، تديني حاجات متوسطة ما بين قيم متوسطة ما بين قيم بتاعة الفلوستي والاكسلريشن والجيرك. هلاقي مثلا ال 4 5 6 7 بولينوميال تديني سموث جيرك بس اكسلريشن عالية، السايكلويدال تديني سموث اكسلريشن وجيرك، تمام. فعلى حسب الابلكيشن اقدر ان انا اختار من ضمن الفانكشنز دي فانكشن مناسبة للابلكيشن بتاعي بالنسبة لحركة الفولور. طيب بعد كده الخطوة اللي جاية في الكام ديزاين هي ان انا ابتدي انقل الفانكشن اللي انا عملت لها ديزاين في الاكس والواي على السطح الدائري بتاع الكام، اللي هي بنقول عليها الكونستراكشن اوف كام بروفايل، ان انا اعمل كونستراكشن للكام بروفايل.
فأهم حاجة، أول حاجة ببدأ بيها إن أنا هثبت الكاما fix the cam، وبعدين هنبتدي نرسم الفولور في مواقع أو positions مختلفة حوالين الكام وهي ثابتة. الرسم بتاعي بيكون أو رسم الفولورز بيكون في عكس اتجاه الدوران بتاع الكاما. أنا المفروض اتجاه الدوران بتاع الكاما مثلا هنا في الصورة عندنا clockwise، فأنا زي ما قلنا هثبت الكاما وأخلي الفولور هو اللي يلف حواليها، فالفولور مفروض إن هو يبتدي يتحرك في الاتجاه العكسي. فده بوزيشن واحد، فاللي بعديها يبقى بوزيشن صفر قصدي، ده بوزيشن واحد اتنين وتلاتة وهكذا. طيب هنبتدي ازاي نحدد الفولور اتحرك مسافة قد ايه من الديسبليسمنت كيرف؟ يبقى انا لازم يكون اولا مخلص الديسبليسمنت كيرف، يبقى انا خلاص عرفت الرايز موشن هي فانكشن ازاي، وعرفت ان هنا في دويل، عرفت هنا في ريتيرن موشن مثلا، وعرفت هنا في دويل تاني. فبالتالي هنا من الديسبليسمنت كيرف ده هقدر احدد الديسبليسمنت قد ايه عند اي نقطه، اذا كان من الايكويشن لو انا حالل البروبلم بتاعتي الجبريك، او من رسم لو انا راسم الرسمه دي تو سكيل اقدر اقيس من عليها مباشره الاس قد ايه. يبقى ده مثلا هنا اس 1، هنا مثلا اس 2، هنا اس 3، هنا اس 4، اس 5 وهكذا، اس 6، اس 7، اس 8 واس 9، اس 10 و11 و0 كلهم صفر. فبالتالي نبدا نرسم ازاي. ان انا هقسم الدايره بتاعه الكاما، هبتدي الاول ارسم البيس سيركل وارسم البرايم سيركل. يبقى انا لازم اكون عارف البيس سيركل بكام، اكون عارف الفولور راديوس بكام، وبالتالي مجموع الاثنين دول يديني البرايم سيركل. يبقى اول حاجه هعملها اختار السنتر، ارسم منه البيس سيركل وارسم منه البرايم سيركل، ودي نقطه التريس بوينت اللي انا هتتبعها. في الاول هنا هي ارتفاعها صفر، هلف زاويه 30 درجه، انا مقسم عندي 12 تقسيمه لل 360 درجه، فهي 30 درجه، وابتدي ابعد عن، اشوف المسافه من هنا لهنا مثلا كام، ده الديتم بتاعي، ده الريفرنس بتاعي، وابتدي ازود المسافه دي بنفس القيمه بتاعت اس 1 على نفس اللاين ده اللي هو مايل 30 درجه، ابتدي ازود عليه اس 1، وبعدين الف كمان 30 درجه وابتدي ازود على المسافه الاصليه اللي انا بادئ عندها اس 2، وبعد كده ازود اس 3 وهكذا. المفروض كل ما يكون عدد التقسيمات كبير هيكون الدقة في الرسم أكبر، وبالتالي السطح بتاع الكاما هو عبارة عن الكيرف اللي هو ملامس للفولور في ال 12 بوزيشنز المختلفين. فزي ما احنا شايفين نقطة التلامس ما بين الفولور والكاما مش هي نقطة التقاطع هنا عند المركز ده، او يعني لو انا عملت امتداد لللاين ده كده، نقطة التلامس مش هي نقطة الاكسس او النقطة المعدية ما بين السنتر بتاع الفولور والسنتر بتاع الكام. نقطة التلامس هنا زي ما احنا شايفين مش هي النقطة دي، هي بعيدة عنها شوية، يعني في مسافة ما بينها. وبالتالي لو انا راسم فولور بوزيشنز اكتر هبتدي ان انا يبقى عندي دقه اعلى ان انا احدد الكيرف اللي هو بيوصف الحركه او السطح بتاع الكام. طيب اول سؤال يخطر في بالنا هو ازاي انا اختار الدايمنشنز دي، اختار البيس سيركل راديوس، الفولور راديوس، وبالتالي البرايم سيركل راديوس. فده هيكون السؤال اللي هجاوب عليه في السلايدز اللي جايه. فالإجابة على السؤال اللي هو إزاي أختار البيس سيركل راديوس والفولور راديوس وبالتالي البرايم سيركل راديوس هو مجموعة كونديشنز أو كونسترينز لازم أحققها. أول كونديشن هو كونديشن متعلق بحاجة اسمها البريشر أنجل. البريشر أنجل هي إيه؟
الكامة لما هتبتدي إنها تلف حوالين محور ثابت، فهتبتدي تنقل فورس من السطح بتاعها للفولور. الفورس دي هتتنقل على محور اسمه Axis of Transmission. الفورس دي لو أنا جبت المركبة الرأسية بتاعتها بدي كده هنسميها F كوساين فاي، المركبة الأفقية بتاعتها هتبقى F ساين فاي. فبالتالي هنا أنا عندي الفورس اللي هي F كوساين فاي هي اللي بتسبب حركة في الفولور، لكن الفورس اللي هي F ساين فاي بتحاول تعمل بيندنج على الفولور، فدي بالنسبة لي فورس غير مستغلة. مجرد انها بتعمل بيندنج على الفولور، الفورس المستغلة اللي انا بستفيد منها هي F كوساين فاي. فبالتالي كل ما الزاوية فاي او البريشر انجل دي تبتدي انها تقل، معنى كده ان الكواليتي بتاعت الفورس ترانسميشن ما بين الكام والفولور احسن، وبالتالي هيبقى مش مفيش بيندنج، هيكون اقل على الفولور. طيب الـ recommended value للـ pressure angle دي مهما ما تكون أقل من 30 درجة. طيب الـ pressure angle دي الـ equation اللي بتوصف الـ pressure angle دي هي عبارة عن الصورة اللي قدامنا دي، دي مستنتجة من حساب المثلثات لـ العلاقة ما بين الكام والفولور، وإذا تغير الزاوية الـ pressure angle مع تغير الـ theta اللي هي الـ angle بتاعت الكامة. هي عبارة عن tan inverse الـ velocity equation to function في الثيتا minus epsilon. epsilon هنا هو عبارة عن offset. في الـ designs اللي احنا شفناها قبل كده كلها كان المركز بتاع الدوران بتاع الكامة كان على نفس اللاين مع المركز اللي بيتحرك أو المحور اللي بيتحرك عليه الفولور. في الحالة العامة ممكن يكون الاتنين في ما بينهم eccentricity أو offset. الأوفست ده ممكن يكون بوزيتيف أو نيجاتيف، فبالتالي هنا الإبسلون اللي هي الأوفست على الإس اللي هي displacement بلس سكوير روت بتاع ار بي سكوير ماينس إبسلون سكوير. هنا الار بي اللي هي البرايم سيركل، زي ما احنا شايفين هنا البرايم سيركل ظهرت. لو كان الإبسلون بصفر فهتكون الفاي هي عبارة عن تان انفرس في ثيتا على S of theta plus ال RP. يبقى لازم ان انا اختار RP بحيث ان الفاي في اي لحظة تكون اقل من او تساوي 30 درجة. يبقى ده الكونديشن اللي هقدر اختار على اساسه ال RP. يبقى ازاي اختار ال RP؟ الاول بنبدأ بـ assumption. لازم عشان اقدر احسب لازم اعمل مجموعة assumptions اللي انا هختار مثلا ان الـ RP هي عبارة عن 3 مرات L اللي هو الليفت بتاع الفولور، واحسب الفاي لكل القيم بتاع الثيتا، وابتدي ان انا اشوف الكونديشن ده اتحقق ولا لا. طيب لو ما اتحققش ابتدي اغير الـ RP وارجع تاني احسب الفاي لغاية لما اوصل لفاليو للـ RP تكون بتحقق لي ان الفاي اقل من 30 درجه. يبقى ده الكونديشن الاول اللي على اساسه بختار البرايم سيركل ريديوس. كونديشن تاني بيأثر لي على اختيار البرايم سيركل ريديوس او الفولور ريديوس هو ريديوس اوف كيرفيتشر بتاع البيتش كيرف. البيتش كيرف قلنا هو عباره عن لوكس بتاع السنترز بتاعت الفولور وهو بيتحرك حوالين الكام. فبيبقى عندي الراديوس اوف كيرفيتشر ده بيتحسب كفانكشن في البرايم سيركل، كفانكشن في الديسبيسمنت فانكشن والفلوستي فانكشن والاكسلريشن فانكشن كمان. فبالتالي هنا الراديوس اوف كيرفيتشر ده المفروض ان هو لو هو الراديوس اوف كيرفيتشر ده بتاع البيتش كيرف بيساوي الراديوس بتاع الفولور، يعني الرو بتاع البيتش بيساوي الراديوس بتاع الفولور،
فبالتالي ايه اللي هيحصل؟ هيحصل عندي الكونديشن ده، ان انا الفولور دلوقتي بدأ هيلف على الكيرف ده، الكيرف ده اللي هو بيساوي الراديوس بتاع الفولور، فبالتالي كأن دلوقتي الفولور بيلف حوالين نقطة ثابتة، فبالتالي هنا هيخلي لي السطح بتاع الكامة محدب او في نقطة حادة اللي هي بنسميها الكسب، لان حصل ايه؟ حصل اندر كاتنج، ان دلوقتي الفولور الراديوس بتاعه كبير ومش قادر ان هو يجيب الكيرف ده، في الاخر عايز اجيب كيرف زي ده، بس لنتيجة ان الكيرف ده ليه نفس الراديوس بتاع الفولور، فالفولور وهو ماشي مقدرش ان هو يحقق لي الكيرف ده، وبدل بداله حقق لي عبارة عن سنة مدببة اللي هي بتمثل الكسب. طيب لو فرضنا ان في حالة تانية، ان الراديوس اوف كيرفيتشر اقل من الراديوس بتاع الفولور، يعني الرو اقل من ار فولور، فبالتالي الفولور وهو بيتحرك برضو في الاخر، انا سطح الكامة بالنسبة لي هو لاين او كيرف تنجنت لكل البوزيشنز بتاعت الفولور، وهو بيرسمه حوالين الكامة، فبالتالي هنا لو الراديوس اوف كيرفيتشر هنا اللي انا عايز احققه الراديوس بتاعه اقل كمان من الراديوس بتاع الفولور، فلاقي ان انا بعمل ميسنج لماتيريال، بعمل قطع زيادة كمان عن المطلوب، يبقى انا دلوقتي ما اقدرش احقق الكيرف الصغير ده باستخدام فولور كبير، يبقى لازم اصغر الراديوس بتاع الفولور عشان اقدر ان انا الفولور يقدر يمشي على المسار ده ويقدر يحققه لي. طيب لو فرضنا بقى هنا كمان ان الراديوس بتاع الفولور اكبر من الرو بتاعت او البيتش كيرف، الراديوس بتاع الفولور اكبر من الرو اللي هي الراديوس بتاع البيتش كيرف، هلاقي ان في تفاصيل ممكن تحصل، يعني هنا ده الرو بتاع البيتش كيرف، هلاقي ان الفولور كبير جدا لدرجة انه مش قادر يخش في الجزء ده ويتتبع السطح بتاع الكامل، دلوقتي الفولور فشل انه يحقق الوظيفة الأساسية بتاعته ان هو يتتبع السطح بتاع الكامة في الجزء ده، فدلوقتي الكونديشن اللي لازم يتحقق هنا هو ان الرو او الراديوس اوف كيرفيتشر بتاع البيتش كيرف لازم يبقى اكبر بكتير جدا من الراديوس بتاع الفولور. طيب انا هعرف منين القيمة بتاعت الرو؟ ان انا احسب الايكويشن دي واقارنها ب او على اساسها اختار الراديوس بتاع الفولور. فزي ما احنا شايفين هنا ان انا الراديال بليت كام، البروفايل بتاع الكامة بيتحدد باللوكس بتاع الرو والفولور، ففي الحالة الاولى هما الاتنين، في الحالتين اللي قصادنا هما الاتنين ليهم نفس البيتش كيرف ونفس البرايم سيركل، بس الفرق ان البيس سيركل والرولر فولور دايامتر او راديوس مختلف، فمثلا هنا استعملت رولر فولور صغير، فبالتالي قدر ان هو يرسم لي الشكل الكامل اللي قدامنا ده. تمام، لو انا زودت الراديوس بتاع رولر فولور اكبر من المسموح بيه هلاقي ان حصل هنا كاسبس، قطعات موجودة ما قدرش الفولور ان هو او السطح بتاع الكامة طلع فيه نتوءات، النتوءات دي المفروض انها ظهرت بسبب سوء اختيار للراديوس بتاع الفولور اللي هو هرسم على اساسه السطح بتاع الكام، فبالحالة دي الار فولور كان طلع اكبر من او بيساوي حتى الرو مينيمم. تمام، فبالتالي ما قدرتش احقق السطح الريكوايرد بتاع الكام بروفايل. لو احنا عايزين نستعمل فلات فيست فولور بديلا عن الرولر فولور، فبالتالي هنا فاكرين البرايم سيركل كانت هي عباره عن البيس سيركل زائد الفولور راديوس، دلوقتي انا عندي الفولور راديوس ده بزيرو، فبالتالي هلاقي ان البرايم سيركل والبيس سيركل هما عباره عن دايره واحده اللي هي مرسومه قدامنا دي، يبقى هي دي هي البيز سيركل، ويبقى البيتش كيرف اللي هو المحل الهندسي للنقط
التريس بوينت اللي انا بتتبعها. هنا في حالة الفلات فيس فولور التريس بوينت هي عبارة عن النقطة دي، نقطة على الفولور. في الحالة ان الفولور لامس البيس سيركل فهي نقطة التلامس ما بينهم، فبالتالي انا هتتبع المسار بتاعة النقطة دي، مش هتتبع المسار بتاعة نقطة التلامس ما بين السطح الفولور والكامة، هتتبع النقطة دي كنقطة ثابتة على الفولور. فبالتالي انا هبتدي ارسم الفولور في اماكن مختلفة. انا عندي الكام روتيشن في الكاونتر كلوكوايز دايركشن، يبقى هرسم الفولور في الكلوكوايز دايركشن، وبالتالي النقطة دي هتبتدي انها تبعد عن المركز بتاع الكامة على حسب الديسبليسمنت كيرف اللي انا اخترته. وبعدين هبتدي ارسم سطح بتاع الكامة بحيث انه يبقى تانجنت للخطوط المختلفة دي. الخطوط دي تمثل ايه؟ اسطح الفولور وهو بيتحرك. فبالتالي انا كده اقدر ارسم سطح الكامة بحيث ان هو متماس تانجنت مع الخطوط دي اللي هي تمثل السطح بتاع الفولور. فزي ما احنا قلنا قبل كده ان التريس بوينت هي مختلفة عن الكونتاكت بوينت ما بين الكام والفولور. الكونتاكت بوينت موجودة عند الدوائر الحمراء، لكن التريس بوينت اللي هي النقط الحمراء. يبقى دي لو انا اخترنا لون تاني مثلا، النقط الدوائر او الدوائر الزرقاء دي هي الكونتاكت، لكن النقط الحمراء هي اللي انا بحاول اتتبع المسار بتاعها. في حالة الفلات فيست فولور بيكون عندي البريشر انجل بزيرو، لان الفورس بتتنقل من الكامة للفولور عمودي على السطح بتاع الفولور مباشرة. فبالتالي الفاي اللي هي كانت الزاوية ما بين الفورس والاكسس اللي بيتحرك عليه الفولور، الفورس بيتحرك في الاتجاه ده والفولور بيتحرك في الاتجاه ده، فكان في ما بينهم زاوية فاي، لكن دلوقتي الفورس نقلت بقت منطبقة على نفس الخط اللي بيحصل عليه الحركة، فبالتالي الفاي أو بتبقى صفر. بس بيظهر مشكلة تانية، هي حاجة اسمها الأوفر تيرنينج مومنت. إيه هو الأوفر تيرنينج مومنت؟ إن عند نقطة التقاء الكامة بالفولور دي الفورس. الفورس دي لو أنا حسبت المومنت بتاعها حوالين المحور بتاع الحركة بتاع الفولور، هلاقي ان الفورس دي multiplied by distance دي هتديني مومنت اللي هو اف الفورس اللي جاي من الكام في الديستنس، والاقي ان المفروض المومنت ده يبقى ليه رياكشن فورسز على الجايدز اللي بيتحرك جواها في الفولور، اللي هي عباره عن الاف بتاع البيرنج اللي بيتحرك جوا الفولور او الجايد اللي بيتحرك جوا الفولور في المسافة بي. وبالتالي هنا الاوفر تيرنينج مومنت ده لازم اخده في الاعتبار اثناء الديزاين بتاع الفولور، واثناء كمان الديزاين بتاع البيرنج او الجايد اللي بيمشي جواه الفولور. ده اسمه اوفر تيرنينج مومنت، وهتلاقي المومنت ده بيتغير ليه؟ لان المسافة دي متغيرة، يعني نقطة الكونتاكت ما بين الكامة والفولور متغيرة، بتحرك يمين وشمال، فبالتالي المسافة دي متغيرة. في بعض الديزاينز بيكون الفولور بيتحرك حركة انجلر موشن مش ترانسليتنج موشن، فعلشان ابتدي ارسم الكام بروفايل لحركة بتاعت فولور بتتحرك في ترانسليشن موشن الانجلر موشن، هنبتدي ان احنا نبتدي من نقطة الصفر برضو زي ما احنا عارفين، وارسم الفولور في الوضع الاول، دي نقطة تثبيت الفولور، وبعد كده انا هثبت الكامة واخلي الفولور هو يلف حواليها، واحنا عندنا الكامة المفروض بتلف في الاتجاه ده، فبالتالي البوزيشن الجديد بتاع الفولور هيكون يلف عكس الاتجاه. فهبتدي ارسم الفولور في الوضع الاصلي بتاعه، وهزود على الزاوية بتاعته الزاوية اللي هو المفروض لفها. هنا هتبقى العلاقة ما بين زاوية وزاوية، يعني كان الاول علاقة ما بين S وثيتا، لكن هنا S دلوقتي هي عبارة عن angular displacement مش linear displacement، فهي ليها وحدات زاوية. فبالتالي اللفت هنا هو عبارة عن زاوية مش distance. هقيس الزاوية منين؟ الزاوية المتغيرة دي هقيسها منين؟ من الريفرنس بتاعي اللي هو الخط الأول اللي أنا بدأت عنده الرسم.
ففي كل بوزيشن واحد او اتنين او تلاته او اربعه او خمسه او سته او هكذا، بنبتدي الاول نرسم اللاين اللي هو المفروض بقيس من عليه، وابتدي ازود عليه الزاويه اللي هي المفروض الاس عملتها، الزاويه اس، وبالتالي هيبقى عندي بوزيشنز مختلفه للرولر فولور اللي هو بيتحرك هنا دلوقتي انجلر موشن، والتانجنت للفولور بوزيشنز دول هو عباره عن الكام بروفايل. في زي ما قلنا قبل كده ممكن اعمل اوفست ما بين المركز بتاع الدوران بتاع الكاما والمحور اللي الفولور بيتحرك على اساسه، وبالتالي هنا عشان ارسم الفولور في الاماكن المختلفه هنبتدي عند نقطه صفر، وابتدي ارسم دايره اللي هي تمثل ايه، تمثل الاوفست سيركل. يبقى هنا هرسم دايره نص القطر بتاعها هو عباره عن الاوفست، والمفروض ان الفولور بيتحرك تانجنت للدايره دي، فانا هبتدي ارسم البوزيشن اللي بعده عند نقطة واحد، هرسم خط تانجنت، يبقى ده هنا مثلا لف زاوية 30 درجة الخط ده، وابتدي اقيس عليه الاس حصلت او بعدت مسافة قد ايه، نقطة واحد بعدت قد ايه عن الخط ده كعمودي عليه كتانجنت يعني، وهكذا. ونقطة اتنين بعدت قد ايه، نقطة تلاتة بعدت قد ايه، نقطة اربعة بعدت قد ايه، وهكذا. يبقى عندي بوزيشنز مختلفه من الفولور رولر فولور، وبرده الكام بروفايل هيبقى تانجنت للفولور بوزيشنز دي كلها.